الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد كيفية إنشاء خرائط تفاعلية عن طريق موقع ماب هاب. موقع ماب هاب هو موقع بيتيح إنشاء خرائط تفاعلية مع الإتاحة لتوقيع البيانات المراد توقيعها ورسمها في صورة نقطية خطية ومساحية وإضافة الصور والأيقونات والوصف والروابط إن أمكن. موقع ماب هاب ليس هو الموقع الوحيد اللي بيتيح إنشاء خرائط تفاعلية، فهناك العديد من المواقع، ولكن موقع ماب هاب يعتبر أسهل المواقع من ناحية التعامل معه. المواقع الأخرى ممكن تجربها زي موقع ماب مي، زي مابس، مابتيف، وأيضا الموقع الخاص بشركة إزري عن طريق الميزة ميكاماب. بنبدأ العمل عن طريق الذهاب إلى رابط الموقع mabhub.net، ثم عمل تسجيل للدخول عن طريق ساين اب وكتابة اليوزر نيم والإيميل والباسورد، ثم بعدما تصلك رسالة عن طريق الإيميل تضغط لوجن وتدخل الإيميل الخاص بك والباسورد، ثم تبدأ في استكشاف الموقع لأخذ نبذة مبسطة عن الخرائط التي تم تحضيرها مسبقا عن طريق هذا الموقع، ثم تبدأ العمل لإنشاء الخريطة التفاعلية الخاصة بك عن طريق تبويب نيو ماب. بتفتح خريطة، فبتبدأ تذهب إلى المنطقة، منطقة الدراسة الخاصة بك، ولتكن في هذا الفيديو هي جمهورية مصر العربية. بتختار هنختار في هذا الفيديو الاوبشن ستلايت، دي كلها انواع متعددة من ممكن تستخدمها في انشاء الخريطة التفاعلية الخاصة بي. تقدر تزوم على منطقة الدراسة، بنضع هنا أول بوينت عندنا وليكن مثلا ده استاد، ونكتب في التايتل استاد رياضي. عايز تكتب في الديسكريبشن اكتب، عايز تحط لينك خاص بيه ضع ما تريد. ده النقطة رقم 2 وليكن هنسميها حمام سباحة. تقدر تختار من كالرز موجودة كتيرة جدا، تعمل سيلكت وتختار اي لون انت عايزه، وايضا تقدر تبدل الايقونات، تختار اي ايقون انت عايزها. ممكن تستبدل هذه الايقونات بصورة محفوظة مسبقا على الجهاز. وليكن هنكتب هنا في الديسكريبشن استاد نادي الشرطة مثلا، هنا تقدر تحط لينك اي موقع انت عايزه. ده النمط الثاني اللي هو النمط الخطي، تقدر ترسم اي ظاهرة خطية على الخريطة. وليكن مثلا على سبيل التجربة ده الطريق، ونختار لون الخط من مجموعة ألوان متعددة قدامنا،
ونسميه مثلا طريق، وتقدر تكتب في الديسكريبشن وصف للطريق أو أي حاجة أنت عايز تضعها هنا. النمط الثالث وهو النمط المساحي، تقدر ترسم أي شكل مساحي أنت عايزه عن طريق هذه الأيقونة. وتتحكم أيضا في ألوان المضلع المرسوم، وتضع اسمي وليكن مثلا أرض الفضاء، وتضع ديسكريبشن كما سبق وليكن قطعة أرض ملك للمهندس سين، عن طريق الضغط على أي ظاهرة يظهر اسمها والوصف المرفق معها. تقدر تحط أي تكست وليكن مثلا هنكتب هنا حديقة، ونكتب هنا مثلا كوبري، آخر أداة عندي هي أداة إضافة صورة. وليكن نختار الصورة دي مثلا، بنشير بمؤشر الفارة على المنطقة المراد توقيع الصورة فيها، وليكن المنطقة دي، ونكتب التايتل مثلا وليكن مبنى رقم واحد، ومثلا نختار اللون اللي احنا عايزينه ونغير الايكون، وليكن مثلا نختار ايكون مصغرة من هذه الصورة وليكن دي، وبعدين نرفق بهذه الأيقونة نعمل ريموف للإيمج دي ونضع صورة خاصة بها عن طريق آد إيمج، نختار صورة بريزولوشن أوضح نفس الصورة، تمت إضافة الصورة. عن طريق النقر على الأيقونة بتظهر وتختفي هذه الصورة. تقدر انت تضع لينك، يعني لينك لأي موقع بمجرد الضغط على أيقونة يفتح هذا الموقع تلقائيا. نكتب في الديسكريبشن مثلا وصف لهذا المبنى أو هذه الظاهرة أيا كانت، نقول مثلا مبنى مكون من 14 طابق للقطاع السكني والتجاري، ننزل تحت نلاقي التوصيف اللي احنا كتبناه مدون بهذا الشكل، كل ظاهرة تقدر تتفاعل معها عن طريق مؤشر الفارة، وتقدر تظهر وتخفي أي لاير موجودة عندك بالشكل ده. تقدر تزوم على أي ظاهرة عن طريق الضغط على اسمها أو الشكل المرافق لها. ممكن تعمل استيراد لملفات جوجل ايرث كم ام أو ملفات جي بي اس، تقدر تحفظ عن طريق سيف، بينقلك هنا وبتظهر أيقونة جديدة عندنا هي أيقونة الشير، بتضبط الشاشة على المنطقة.
المنطقة المرسومة والمراد التفاعل معها. عن طريق شير تقدر تعمل داونلود للخريطة دي أو البيانات الموجودة دي، تصدرها لبيانات جوجل إيرث أو تصدرها لبيانات جي بي إس أو بيانات إكسل، أو تقدر تصدرها كصورة تضعها في بحثك، تضعها في رسالتك، تضعها في مشروعك، لكن بتنتظر دقيقة بعد الضغط على هذه الأيقونة حتى يتم الحفظ. وهناخد ازاي نسترجعها. خدنا الرابط دوت، الرابط دوت تقدر خلاص خريطتك التفاعلية بقت جاهزة بهذا الشكل، تقدر تديه للجمهور أو للمستخدم يتعامل معاك كأنها خريطة تفاعلية بهذا الشكل. أو تقدر تاخدها ككود HTML كود وتضعها في الموقع الخاص بك بارتفاع وعرض معين كما ترى. بتاخد هذا الكود كوبي بيست وتضعه في الويب سايت الخاص بك. نرجع مرة أخرى إزاي نصدرها كصورة عشان أضعها في بحث أو في مشروع أو رسالة أو أيا كان، عن طريق ماي مابس. بعد ما انتظرت دقيقة طبعا بضغط في هذا المكان في هذه الصورة، وبعدين برجع للشير مرة أخرى، بضغط على الشير ثم ستاتيك ماب ايمج، ف تظهر هذه النافذة، بختار منها الريزولوشن المطلوب وليكن أعلى حاجة، وبعدين بحفظها كصورة عادية. حطيت حفظ بهذا الشكل، وكده أنت عملت خريطة تفاعلية على الويب سايت وصدرتها كصورة تقدر تضعها في أي تقرير أو في مشروع أو بحث أنت خاص بيه.